أمل عرفة وعبد المنعم عميري يفاجئان الجمهور بعودتهما لبعض بعد حلقة بصراحة مع. تصدر كل من الممثلة السورية أمل عرفة وجوزها السابق الممثل السوري عبد المنعم عميري حديث المتابعين خلال الساعات الماضية، وذلك بعد عرض حلقتهما ضمن برنامج بصراحة مع عبر شاشة MBC، والتي تميزت بأجواء العفوية والصراحة، إذ تناولا فيها الكثير من الأمور التي تتعلق بحياتهما الخاصة والعملية، منها أسباب طلاقهما وتأثير هذا القرار على حياتهما لاحقا. وكان لافتا لكثير من المتابعين الذين تابعوا الحلقة أجواء الشغف والتناغم والاشتياق الواضح بين النجمين، وذلك من خلال نظراتهما لبعض وحديثهما، وهو ما أكده الاثنين في أكثر من مرة توجها فيها لبعض. شايف هدول العالم كلياتهم؟ شايف إذا حرقت حالك قدامي؟ ونستعرض هنا بعض التغريدات التي ضج بها موقع تويتر وتناولت أجواء الحب الطاغي بين النجمين، على الرغم من عدم إفصاحهما عن هذا الأمر بشكل مباشر. لا لازم ساعدها، الزمن دوار، بركيش يوم من الأيام جوزك حبي يتجوز عليكي، طلعي فيها لهالمخلوقة وساعديها. وبالعودة إلى تفاصيل ما تناوله النجمان في الحلقة، فقد تحدث الممثلان عن الطلاق الذي حصل بينهما، وكشفا أن السبب هو أنهما وصلا إلى مكان لم يعودا على توافق فيما بينهما. وقالت أمل أن هناك العديد من الظروف التي ساهمت في هذا الانفصال بالرغم من التنازلات التي قدماها. الحمد لله، يعني ماشي الحال. يا ألف الحمد لله، أنت ابن حلال وبتستاهل، إن شاء الله تطلع على قبري. الحمد لله، ألف الحمد لله والله. وتابعت أنها وصلت إلى مرحلة لا تريد فيها خسارة عميري ولا حصره ضمن إطار معين، لذلك اتخذت قرار الانفصال. بدوره قال عميري أن الفترة التي جلسا بها في المنزل دون عمل ساهمت في هذا الأمر أيضا، وشدد الممثلان على أنهما الآن صديقان وعلاقتهما جميلة جدا. وفي السياق تحدث النجمان عن فترة ما بعد الانفصال وحالة عدم الاستقرار التي مر بها كل من وجهته، فأمل تأثرت كثيرا ومرت في مرحلة نفسية صعبة بالرغم من بقائها في منزلها مع بناتها. أما عبد المنعم عميري فتحدث عن الوحدة التي شعر بها عندما ترك المنزل وذهب ولم يأخذ سوى الباسبور معه، وأقام في الفنادق لمدة طويلة، وكذلك كانت صعبة جدا عليه. ومن ناحية أخرى، وخلال الحلقة أيضا وبحديث النجمين عن الشق العملي الخاص بحياتهما وهو التمثيل، فقد أشاد بتمثيل الممثلة اللبنانية نادين نسيب الجيم وبشخصية الممثل السوري تيم حسن.